كشف خبراء ومختصون في مجال الرعاية الصحية عن غالبية أن معظم وفيات الأردنيين تتحملها الأمراض المزمنة، فيما أشاروا إلى ضرورة معالجة المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي العام، خاصة ما يتعلق بحق المرضى بالوصول إلى الأدوية بشكل عام والأدوية الأساسية تحديدا. نستعرض وإياكم الآن مشاهدينا بعض الأرقام المتعلقة بالأمراض المزمنة في الأردن. 78% هي من أسباب وفيات الأردنيين وتتحملها الأمراض المزمنة. الأردن من أكثر الدول التي تشكل الأمراض المزمنة فيها عامل الخطورة الأول. 5 الأردنيين فوق سن 18 عاما يعانون من الضغط والسكري. 60% من النساء فوق سن 18 عاما يعانين من السمنة. 40% من الرجال والنساء فوق سن 18 عاما يعانون من السمنة. نحو 86% من فئة كبار السن يعانون من أمراض مزمنة. 53% يعانون من ارتفاع ضغط الدم 30% يعانون ارتفاع نسبة الكوليسترول، و 25% يعانون من مرض السكري، و 13% يعانون من أمراض القلب. 42% من الأردنيين هم مدخنون. 76% من الأردنيين لا يشاركون في أي نشاط بدني. ثلث الأردنيين من الفئة العمرية ما بين 18 عاما إلى 44 عاما لديهم 3 عوامل خطورة. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن مدير مديرية الأمراض غير السارية في وزارة الصحة الدكتور أنس المحتسب. صباح الخير دكتور. صباح الخير جميعا. يعني دكتور 78% من الوفيات في الأردن سببها الأمراض غير السارية، على ماذا يدلل ويؤشر ذلك دكتور؟ نعم، هذا يدلل على التحول الكبير في أنماط المعيشية والغذائية التي يتمتع بها الأردن وكثير من دول العالم في طبيعة الغذاء. غذاء آبائنا وأجدادنا كان يحتوي على الكثير من الخضروات والفواكه، والآن هنالك اعتماد أكثر على الأغذية السريعة، الأغذية التي نتناولها الآن غنية بالأملاح، بالدهون المشبعة والمتحورة، وغني بالسكريات أيضا، وهذه كلها تساهم في عوامل اختصار للأمراض غير السارية. أيضا هذا يشير إلى تحول في نمط الممارسة الرياضة وبذل المجهود البدني، وهو للأسف منخفض جدا، وسلوكيات أيضا ضارة تنتشر في مجتمعنا مثل وعلى رأسها التدخين، وهذا الأمر كله من عوامل اختطار للأمراض غير السارية، فضلا أصلا عن عامل اختطار الأساسي وهو العمر، تقدم العمر وتحسن الوضع الصحي عموما في الأردن، والذي يعني سمح في تقدم أعمار الأردنيين وبالتالي ظهور هذه الأمراض، لكن احنا نعمل على العوامل التي يمكن تغييرها والتقليل منها. نعم. هنا نتحدث دكتور، هل تمتلكون في وزارة الصحة برامج يمكن البناء عليها لمعالجة أو مكافحة الأمراض غير السارية؟ نعم صحيح، احنا نعمل على عدة برامج من عدة مستويات، برامج على مستوى الوقاية أصلا من عوامل الاختطار نفسها، وبالتالي سياسات وبرامج متعلقة بالتغذية للتقليل والتغيير من مواصفات الأغذية بحيث تكون هي مواصفات صحية، وأيضا سياسات متعلقة بالتدخين وضبط التدخين والحد منه، وأيضا تأتي عندنا مستوى آخر من السياسات وهو سياسات الكشف المبكر عن الأمراض مثل السرطانات والضغط والسكري والعلاج المبكر لها ومنع مضاعفاتها. فنحن نعمل على هذين المستويين من البرامج، وصحيح أن المستوى الأول وهو الوقاية من عوامل الاختطار نفسها أولى وأهم، وينبغي أن يكون التركيز عليه أكبر. طبعا هذا لا يتم بجهد وزارة الصحة وحدها، إنما بتعاون جميع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين والمؤسسات المجتمع المدني والأفراد والأسر عموما. نعم. وأيضا يعتمد على الوعي الفردي دكتور، إن أردنا أن نتحدث هنا نتحدث عن الوعي المجتمعي، وما هي البرامج التي قمتم بإعدادها لتوعية المواطنين حول هذه الأمراض وكيفية التعامل معها؟ نعم صحيح أنه هنالك عديد من البرامج مع زملائنا في مديرية التوعية والإعلام الصحي،
حول الكشف المبكر عن السكري والحد من تناول السكريات وعدم تأخير الفحص للسكري، برامج أخرى كثيرة جدا متعلقة بالتوعية من التدخين وأضرار التدخين. مؤخرا هنالك برامج توعوية على مستوى المدارس، طلبة المدارس، بحيث يكون هنالك نشاط تحدي تغذوي وتحدي رياضي بحيث يصبح جزء من نمط السلوك الفردي لطلبة المدارس هو ممارسة الرياضة دوما وتناول حصص أكبر من الخضروات والفواكه. والبرامج في هذا حقيقة كثيرة جدا، لكن هذا يعني طبعا لا أنسى أحد أهم البرامج الوقاية من الأمراض غير السارية، التشجيع على الرضاعة الطبيعية، لأن الوقاية تكون من الأمراض غير السارية، والاهتمام بالحالة الصحية عموما تبدأ من لحظة ولادة الطفل. نعم، هل الجميع بما يتعلق بأدوية علاجات الأمراض غير السارية، الأمراض المزمنة، هل جميع الأدوية متوفرة في مستودعات ومستشفيات وزارة الصحة وأيضا المراكز الصحية؟ لا، يعني هذه الأدوية، خلينا نحكي الأدوية الأساسية والأهم والتي تسد الحاجة عن أدوية أخرى كثيرة، يعني أصناف الأدوية كثيرة جدا، لا نستطيع أن نقول جميعها، ولكن الأصناف الأساسية المهمة والتي يمكن أن تسد الحاجة هي متوفرة في مستودعات وزارة الصحة، وربما زملائي المختصين في هذا الميدان ربما هم أكثر قدرة على الإجابة على مثل هذه التفاصيل. نعم، شكرا جزيلا دكتور أنس المحتسب، وأنت مدير مديرية الأمراض غير السارية في وزارة الصحة. والآن ننتقل إلى ضيفنا وهو مختص بشؤون السياسات الصحية والدوائية، الدكتور يوسف زوان. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية جميعا. يعني نتحدث اليوم عن مدى تأثير نقص الأدوية في مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الصحي العام على علاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية. أهلين، تفضل. نتحدث ما مدى تأثير نقص الأدوية على المصابين بالأمراض المزمنة والأمراض غير السارية؟ والله يا ستي العزيزة، يعني قد تكون كلمة نقص كلمة قاسية شوي، يعني احنا ما بنعرف اذا فعليا هل هناك نقص بالادوية الموجودة في الامراض المزمنة، ولكن نسمع من الناس عن وجود انقطاعات بين الفينة والاخرى بلا شك. نعم، طيب في حال وجود نقص، ما تأثير ذلك على الاشخاص المصابين دكتور بالامراض المزمنة؟ وجود نقص او الانقطاع بحد ذاته بلا شك بشكل مشكلة كبيرة للمرضى، ولكن هذا النقص ناتج عن مشاكل، أو هذه الانقطاعات الأصح من ذلك ناتج عن بعض المشاكل الموجودة في القطاع الدوائي نفسه، وبعض المشاكل الموجودة في طريقة إدارة المراكز الصحية. يعني هناك في مشكلة على الأغلب في مسألة التوريد والتوزيع، مثل ما تفضل عطف الدكتور أنس، الأدوية الأساسية وهي الأدوية الأكثر أهمية أغلبها موجود في المستودعات، ولكن نعم. هذا لا يعني أنها موجودة على مستوى المراكز أحيانا بتكون. نعم، هنا نتحدث إذن دكتور عن إدارة مخزون الأدوية في مستودعات وزارة الصحة. هل سوء الإدارة لربما هو ما يوصل بعض المرضى إلى التذمر أو الشكوى من عدم وجود بعض الأدوية وتوافرها في المراكز الصحية؟ يعني لابد من توضيح المسألة هون. المراكز الصحية احنا في عندنا في الأردن تقريبا بحدود أكثر من 700 مركز صحي منتشرين على مستوى المملكة، وهذه المراكز يتم إدارتها بشكل مركزي من مركز الوزارة في عرجان في طبرقوق، وزارة الصحة نفسها تديرها. هذه الطريقة المركزية الشديدة لابد أن تخلق مشاكل في التوريد وفي التوزيع. يعني اسمحي لي أعطي مثال سريع. أي عمارة، تخيل عمارة فيها 10 شقق وتستخدم خزان ماء واحد، لا شك كلنا بنعرف المشكلة اللي راح تصير، واحدة من الشقق ممكن انها تستهلك ماء زيادة فتنقطع 9 شقق الاخرين. هذه المشكلة كل اصحاب العمارات واصحاب الشقق في الاردن حلوها بكل بساطة، انه في مخزن لكل شقة. نفس الكلام ينطبق على موضوع الادوية في المراكز الصحية، جميعها تستخدم مركز واحد وهو
مركز وزاره الصحه. وهذا هذا الكلام للامانه لا ينطبق فقط على الادويه، هذا ينطبق على الادويه وعلى المستهلكات الطبيه وحتى على اداره الكوادر. جميعها يتم ادارتها بشكل مركزي من الوزاره نفسها. نعم. بينما الصلاحيات الموجوده عند مدراء المراكز ومدراء المستشفيات للأمانة هي صلاحيات ضعيفة وضيقة جدا. طيب بعض المدراء هذه العملية بصعب عملية التوريد. نعم. بصعب عملية التوزيع. هذه واحدة من المشاكل الكبيرة اللي بتواجهها هذه المراكز. طب في عملية طبعا يضاف إلى ذلك مسألة الأتمتة. نعم. هل المستودعات والمخزون هل هناك سيستم لإدارته؟ السيستم فعال لإدارته؟ يعني هناك سوء إدارة لمخزون الأدوية بمستودعات وزارة الصحة. صحيح، يعني احنا ممكن نشمل ونقول سوء إدارة لجميع المراكز. نعم، ولكن بعض مدراء دكتور يوسف، بعض مدراء المراكز الصحية يرجعون سبب نقص الأدوية وعدم توافرها إلى قلة الوعي الصحي وبأهمية هذه الأدوية من قبل المرضى. هل تتفق؟ والله للأمانة لا أتفق مع ذلك. يعني بالنهاية الأدوية هاي يتم صرفها من خلال الأطباء العاملين في المراكز، فأنا يعني من الصعب إنه نحط إحنا الملامة على المرضى نفسهم. لا، هنا في مشكلة في طريقة إدارة المراكز، في طريقة إدارة المخزون. طبعا يضاف إلى ذلك في مسألة وهي مسألة مهمة جدا، المتأخرات الموجودة على لشركات الأدوية سواء المستودعات أو المصانع المحلية. يعني تخيلوا لما يكون في متأخرات بحدود 120 مليون إذا مش أكثر دينار أردني للمصانع المحلية والمستودعات. هذه في منها مصانع صغيرة، إذا شاركت اليوم في العطاء وما وصلوها فلوسها كيف تتشارك في العطاء اللي بعده؟ كيف بدها تشتري موادها الخام؟ هذا التراكم المديونية وهي مديونية يؤثر عماله على سوق الدواء كله، ولا شك أنه يؤثر على توفر الأدوية وتوفر أنواع معينة من الأدوية. نعم، شكرا جزيلا دكتور يوسف زوان، وأنت مختص بشؤون السياسات الصحية والدوائية، شكرا جزيلا لك.